خلال اتصال هاتفي بالرئيس السيسي، ترامب يؤكد حرصه على تطوير العلاقات مع مصر وتجاوز أي عقبات قد تؤثر عليها. مقتل 6 تكفيريين وإصابة 4 آخرين وتدمير 3 مخازن للعبوات الناسفة في عملية عسكرية للجيش الثاني بشمال سيناء. القوات العراقية تستعيد السيطرة على ثالث أحياء تل عفر وتقترب من السيطرة على جنوب قضاء تل عفر بالكامل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في مستهل فترة أخبارية شاملة تأتيكم من قناة النيل الأخبار من القاهرة. أهلا بكم وإلى تفاصيل النشرة. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد خلاله قوة العلاقات والصداقة بين البلدين وتجاوز أي عقبات قد تؤثر عليها. من جانبه أكد الرئيس السيسي أهمية استمرار التنسيق والتشاور المكثف بين البلدين بشأن جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز العلاقة الاستراتيجية بين الدولتين ويحقق مصالح الشعبين. للمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف مباشرة من القاهرة الدكتور محمد الصادق إسماعيل، رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بالعلاقات المصرية الأمريكية. دكتور، بداية يعني العلاقات المصرية الأمريكية هل تشكل أو كيف تشكل أهمية كبيرة جدا لمصر وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية، وكيف تغيرت هذه العلاقة خلال هذه المرحلة؟ دكتور محمد، كيف ترى العلاقة المصرية الأمريكية خلال هذه المرحلة وكيف تغيرت باختلافات الكثيرة التي حدثت في منطقة الشرق الأوسط؟ دكتور محمد، كيف تغيرت العلاقات المصرية الأمريكية خلال المرحلة الأخيرة وخاصة في ظل التغيرات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط؟ نعم طبعا، بس تحديدا طبعا صديق كما تعلمي العلاقات بين الدولتين تغيرت كثيرا، خاصة طبعا بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني حدث انتقد فترة ما قبل الرئيس عبد الفتاح، فترة ايضا ما قبل دونالد ترامب كان هناك اختلاف، وبالتالي نتحدث عن اختلافين اساسيين. لكن دعينا نتحدث عن الفترة الحالية اللي هي فترة دونالد ترامب. اعتقد طبعا ان الرجل ربما كان هناك انطباع جيد عن الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى ايام الانتخابات، يعني ما قبل حتى توليه الرئاسه كان هناك انطباعات جيده جدا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي وادائه في المنطقه. طبعا بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتقد هناك انطباعات جيده جدا بين الدولتين، هناك طبعا تعميق العلاقات بين الدولتين، مسائل ربما كان هناك تطابق فيها في وجهات النظر خاصه ملف الارهاب كما تعلم حضرتك، هناك طبعا طرح للرؤى فيما يتعلق بكافه قضايا السياسه الخارجيه المصريه في حيال الازمات العربيه او حتى هي الملف مكافحه الارهاب. وبالتالي فاعتقد ان موضوع مثلا زي موضوع تقليل المساعدات او تقليص المساعدات اعتقد انه موضوع هامشي، ربما هو كما يقال يعني زوبعه في لكن طبعا اعتقد ان العلاقات بين الدولتين هي علاقات متميزه سواء على المستوى السياسي على المستوى الاقتصادي، وايضا هناك ايضا ربما تدريبات عسكريه بين الطرفين وهناك تصديق امني بين الجانبين. طبعا مصر ترى الولايات المتحده الامريكيه باعتبارها احد القوى العالميه ضخمه طبعا الى روسيا. طب يا دكتور محمد، يعني ماذا تقصد بزوبعه في فنجان؟ يعني تقليص المساعدات هل هي مش من اساسيات العلاقات ما بين الدول؟ دكتور محمد، فقدنا الاتصال بالدكتور محمد صادق اسماعيل رئيس المركز العربي للدراسات السياسيه والاستراتيجيه، شكرا لك. تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني من القضاء على 6 تكفيريين شديدي الخطورة فضلا عن إصابة 4 آخرين. وأقل المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي في بيان له إن القوات تمكنت أيضا من تدمير 3 مخازن للعبوات الناسفة عثر بداخلهم على أكثر من 350 عبوة ناسفة، فضلا عن اكتشاف وتدمير 12 وكرا للعناصر التكفيرية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي استمرارا لجهود القوات المسلحة
في مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية. وأضاف أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني تواصل جهدها لتطهير باقي البؤر الإرهابية ودحر الإرهاب في شمال سيناء. للمزيد من المتابعة أرحب بضيفي الكريم الذي انضم إلينا عبر الهاتف مباشرة من القاهرة، سيادة اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق. أهلا بك سيادة اللواء. أهلا أفندم، أهلا بك. كما تتابع معنا جهد القوات المسلحة في مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية مستمر بشكل كبير في عدة محاور وخاصة في سيناء. تقييم حضرتك لهذا الأداء والجهد في الفترة الأخيرة في ظل ما تم الإعلان عنه في سياق التقارير الإخبارية الأخيرة؟ يعني عشان نفهم أو نتصور كم الجهد اللي بيعمله أبنائنا في سيناء وفي كل مكان على أرض مصر، نتخيل لو هذه العبوات أو هذه الأدوات التدميرية تمكنت العناصر الإرهابية من استخدامها ضد قواتنا أو ضد أبنائنا في سيناء أو ضد أي أهداف حيوية، كان ممكن تسبب لنا خسائر قد إيه. يعني هؤلاء الإرهابيين بمن يقف وراءهم ممولين ويفتحون لهم بلادهم ملاذات آمنة، نرى هذا الحجم وهذا الكم من التكفيريين وهذه العبوات أو هذه الأدوات إن لم تتقف أثرها أو تقتفي أثرها قواتنا وتعثر عليها وتبعدها عن أيدي هؤلاء المجرمين الذين كانوا يمكن أن يستخدموها. وبالتالي بنقول أهمية ما تقوم به قواتنا قوات إنفاذ القانون في سيناء، أنها أولا بتمنع كل هذا التدمير وهذا الخراب، بتقضي على هؤلاء الإرهابيين اللي هم بيمثلوا خطر داهم ودائم لأرضنا والوطننا. وبالتالي الحمد لله رب العالمين قواتنا في شمال سيناء وفي سيناء كلها بتعمل بمبادرة كاملة، هناك عناصر بتكتس أو بتقوم بتفتيش الأرض شبر شبر، عناصر الاستطلاع والمخابرات بتعمل على مدار الساعة، بمجرد توفر هذه المعلومات بيتم تدخل القوات ضد هذه العناصر التدميرية بقتل هؤلاء الإرهابيين وجمع كل هذه العناصر أو كل هذه المواد المتفجرة التي كان من الممكن أن تسبب خسائر كبيرة. أشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق. عاد إلى القاهرة الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له بعد زيارة رسمية للعاصمة اليابانية طوكيو استغرقت عدة أيام. وقد أجرى رئيس الأركان خلال الزيارة العديد من المباحثات المثمرة مع كل من وزير الدفاع ورئيس الأركان وكبار المسؤولين بالقوات المسلحة اليابانية على صعيد التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين. كما تناولت المباحثات زيادة أوجه التعاون المشترك بين القوات المسلحة للبلدين في مجال التطور التكنولوجي والتطور العلمي وتبادل الخبرات في مجالات العلوم الحديثة، وكذلك تبادل الرؤى تجاه ما تشهده المنطقة من متغيرات وانعكاساتها على الساحتين الإقليمية والدولية. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح وزير الطيران المدني شريف فتحي وبينارد إليو رئيس منظمة الطيران المدني الدولية أعمال المؤتمر الوزاري الإقليمي لأمن الطيران المدني بإفريقيا والشرق الأوسط الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ. هذا وقد منحت منظمة الطيران المدني الدولية إيكاو مصر شهادة رئيس مجلس المنظمة بمجال السلامة الجوية، وذلك لما حققته من إنجازات خلال عام 2016 في مجال السلامة الجوية. رأي قاله العالم دون محاباة فيما أحرزته مصر سريعا في مجال أمن وسلامة الطيران المدني، شهادة تقدير منحت لمصر من قبل المنظمة العالمية لأمن وسلامة الطيران الإيكاو التابعة للأمم المتحدة، أوصل مصر لتصعد 20 درجة في ترتيب الدول التزاما وتنفيذا بمعايير أمن وسلامة الطيران والمطارات.
منظمة الإيكاو تقر دوريا بالنشاطات العالمية الجيدة في مجال أمن وسلامة الطيران المدني بالدول التي قطعت شوطا في سد الثغرات الأمنية وتدقيق السلامة والالتزام بمعايير الإيكاو وشهادة المنظمة التي أعطيت لمصر تقديرا لما حققته خلال عام 2016. أيام ثلاثة شهدت جلسات نقاشية بين أكثر من 350 شخصية إقليمية ودولية عاملة في مجال الطيران المدني لتحديد آليات تنفيذ الخطة العالمية والمعروفة بجاسب، والتي أقرت في الدورة 39 لمنظمة الإيكاو. مصر الرائدة إفريقيا وشرق أوسطيا تلعب في تنفيذها دورا محوريا بما تملك من كفاءات بشرية وتقنيات استحدثتها مؤخرا. أمن الطيران له عدة أوجه، جزء خاص بالمؤسسية نفسها، جزء خاص بالتدريب، جزء خاص بإدارة أمن الطيران كبرنامج جودة. والحقيقة إحنا في الحتة دي عملنا تطور كبير جدا، فرق العمل اللي موجودة ما بيننا وما بين الأجهزة المختلفة. من ناحية الأجهزة برضو ده كان توجه، رغم أن يمكن الأجهزة اللي عندنا ما كانتش يعني قديمة قوي، إنما قلنا لا، إحنا لازم، إحنا دولة سياحية ودولة متقدمة، لازم يكون عندنا أفضل أنواع الأجهزة اللي موجودة. صرفنا يمكن فوق 60 مليون كمان لو أنا جمعت اللي اتصرف من أكتر من مكان على معدات جديدة، ولسه في مرحلة تانية وفي مرحلة ثالثة. ورقة عمل مصرية طرحت على المؤتمر بخصوص أخطار الهجمات الإلكترونية وتأثيرها على أمن الطيران، وكذلك تبادل المعلومات الفورية عن الثغرات الأمنية، جعلت من مصر مرشحة لتكون ضمن المراقبين الدوليين لسلامة الطيران المدني في الاتحاد الأوروبي. كان في عندنا مشروع اسمه مشروع التوأمة. مشروع التوأمة ده احنا خرجنا بيه بنقطتين مهمين جدا. النقطة الأولى كانت خاصة بتوقيع بروتوكول مع الأيازا اللي هي هيئة السلامة الأوروبية، والأيازا دي ادتنا فرصة ان احنا نعمل حاجتين، ان احنا نشترك في برنامج اسمه برنامج الصفا. برنامج الصفا ده بيتيح لنا كسلطة الطيران المدني التفتيش والتدقيق على الطيارات الأجنبية في جمهورية مصر العربية. ورشة عمل ختمت المؤتمر بلورت رؤى الدول الإفريقية والشرق أوسطية حول كيفية الشراكة لمواجهة التحديات الملحة في أمن وسلامة الطيران المدني، والذي ينسحب بدوره على النمو الاقتصادي والاجتماعي في المنطقتين المؤثرتين على التجارة العالمية. مصر ناجحة أمنيا، شاهد بليغ على ذلك استضافتها مؤتمرا إقليميا يضم أكثر من 350 شخصية مرموقة، وبشهادة الإيكاو لما حققته مصر من تقدم بل قفزة في مجال أمن وسلامة الطيران المدني ومكافحتها أحد أخطر أمراض العالم العضال الإرهاب. من شرم الشيخ حازم كمال، التلفزيون المصري. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك، إن الحمد. بلغ عدد الحجاج القادمين إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج من الخارج عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية منذ بدء القدوم وحتى يوم أمس 1,497,000. من جانبه أكد اللواء عمرو لطفي مساعد وزير الداخلية الرئيس التنفيذي لبعثة الحجة أن إجمالي عدد الحجاج سواء القرعة أو السياحة أو التضامن والهيئات وصل إلى 55,000 في مكة المكرمة ونحو 6,000 في المدينة المنورة، من أصل أكثر من 78,000 حاج إجمالي عدد البعثة المصرية هذا العام. قاصدين هذا البيت العتيق طلبا للمغفرة من رب غفور رحيم، وصل إلى مكة المكرمة أكثر من 55,000 حاج مصري، منهم 18 من حجاج القرعة. ولتقديم أفضل خدمة لهم خلال أداء مناسك الحج، شكلت غرفة عمليات بأحد فنادق مكة، بها عدد من ضباط بعثة حجاج القرعة يتلقون الشكاوى ويعملون على حلها للتيسير على الحجاج. غرفة العمليات في مكة مشارك فيها مجموعة من الضباط بيتابعوا تحركات الحجاج وقدومهم من المطارات بتاعة الوصول سواء في مكة عن طريق مطار جدة أو المدينة المنورة، وتمام وصولهم وتسكنهم بالفنادق. في بخلاف المجموعة الضباط الموجودة مجموعة من ضباط الإدارة العامة للشؤون الإدارية، دول بيتولوا متابعة المستشفيات والحقائب والمفقودين. الناس اللي بتوه المفروض إن إحنا بناخد بلاغات عنها وبنصدرها، وبيبقى في ضابط بيتولى إن هو يدور عليهم لحد ما يعثر عليهم
وفي الآخر يوصلهم للفنادق. قد تكون بعض الفنادق بعيدة نسبيا عن الحرم المكي، لكن تم توفير سيارات نقل خاصة لنقل الحجاج إليها، فضلا عن تخصيص ضباط لخدمة الحجاج بكل فندق وتوزيع الوجبات على الحجاج. كل ذلك متصل بغرفة العمليات تلك للمتابعة المستمرة. الحج ليه 3 وجبات جافة على مدار الموسم الحج. وجبة اتوزعت للحجاج اللي وصلوا المدينة، ووجبة بتتوزع قبل المشاعر في مكة، ووجبة إن شاء الله بعد المشاعر، بالإضافة إن في عدد 7 وجبات ساخنة طازجة موجودة في مشعري منى عرفات. الحاج المصري من البعثة المصرية بالقلب والعين. معظم الفنادق إن شاء الله اللي موجودة في قطاع مكة 24 فندق، الغالب انهم في المنطقة المركزية وعلى قرب مسافة بسيطة جدا من الحرم، والفنادق اللي هي 5 نجوم اذا كانت تبعد مسافة ملائمة من الحرم تم الاتفاق والتعاقد على سيارات او حافلات اتوبيسات حديثة لنقل الحجاج ذهابا وايابا الى الحرم. تسكين الحمد لله تم بيسر في الفنادق. اذا كان الحاج تائها او اذا كان لديه حقيبة لم يعثر عليها، وحتى لو لم يكن تابعا لبعثة حجاج القرعة، فإنه يأتي إلى هنا حيث غرفة العمليات والتي تنسق مع البعثات النوعية المختلفة، وغالبا ما يتم حل المشكلة، فالكل في خدمة الحجيج. كل ما هو من شأنه أن يسهم في راحة الحجاج المصريين يبذله ضباط بعثة القرعة المصرية، وليس أدل على ذلك من غرفة العمليات تلك التي بها العديد من الضباط على مدار الساعة، وأيضا تخصصات مختلفة للرد على استفسارات وشكاوى وحلها على الفور للتيسير على الحجاج. من مكة المكرمة، عبد الله بركات، النيل. إلى تطورات الأوضاع في سوريا، حيث قتل 34 جنديا من قوات الجيش السوري في هجوم لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة الرقة شمال سوريا، وذلك حسبما أعلنته مصادر سورية. العملية التي يخوضها الجيش السوري عملية مفصلة عن حملة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن لطرد داعش من مدينة الرقة، معقلهم الأبرز في سوريا. معارك شرسة يخوضها الجيش السوري لاستعادة المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي في ريف الرقة الجنوبية، وهي عملية منفصلة عن حملة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن لطرد داعش من مدينة الرقة، معقلهم الأبرز في سوريا. مصادر سورية أعلنت أن الاشتباكات بين الجيش السوري والتنظيم أسفرت عن مقتل عدد من عناصر القوات السورية وقوات موالية لها إثر هجوم شنه داعش لاستعادة مناطق كان الجيش يسيطر عليها في محافظة الرقة، ليوسع التنظيم من سيطرته عند ضفاف نهر الفرات الجنوبية. كما يخوض الجيش السوري بدعم روسي منذ مايو الماضي حملة عسكرية واسعة للسيطرة على البادية التي تمتد على مساحة 90,000 كيلومتر مربع، وتربط عدة محافظات سورية وسط البلاد بالحدود العراقية والأردنية. ويهدف الجيش السوري من خلال عملياته هذه إلى استعادة محافظة دير الزور من عناصر داعش عبر 3 محاور: جنوب محافظة الرقة والبادية جنوبا، فضلا عن المنطقة الحدودية من الجهة الجنوبية الغربية. وبعد أكثر من 2.5 شهر من المعارك داخل الرقة، باتت قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على نحو 60% من المدينة التي فر منها عشرات الآلاف من المدنيين، ولا يزال نحو 25,000 شخص عالقين في المدينة وفق تقديرات الأمم المتحدة. اتهمت المعارضة السورية المسلحة في مدينة حلب الحكومة بالمسؤولية عن المعاناة التي تعيشها المدينة، خاصة إمكانية حدوث جفاف بين سكانها نظرا لمنع الحصول على إمدادات المياه من نهر الفرات. ويعود النقص الحاد في مياه الشرب لعدم السماح بجلب المياه من أحد السدود الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الانفصالية التابعة لحزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي. تواصل وحدات الجيش السوري بالتعاون مع حزب الله اللبناني عملياتها العسكرية للقضاء على تنفيذ داعش أو على تنظيم داعش الإرهابي في القلمون الغربي
بريف دمشق. وقد أفادت مصادر إعلامية بسيطرة القوات السورية على عدة تلال ومرتفعات جديدة في جيوب القلمون قرب الحدود السورية اللبنانية، وذلك بعد اشتباكات وقعت مع مسلحي تنظيم داعش الإرهابي. على الحدود السورية اللبنانية تواصل قوات الجيش السوري وحلفاؤها عملياتها العسكرية لليوم السابع لاجتثاث تنظيم داعش الإرهابي من القلمون الغربي في ريف دمشق. مصادر إعلامية سورية أشارت إلى استمرار الاشتباكات العنيفة بين القوات السورية وحلفائها من جهة وتنظيم داعش الإرهابي من جهة أخرى، بالتزامن مع قصف للطائرات الحربية على المنطقة، مشيرة إلى سيطرة القوات السورية على عدة تلال ومرتفعات جديدة في جيوب القلمون الغربي عقب الاشتباكات. المصادر أعلنت أن وحدات من الجيش بالتعاون مع حزب الله اللبناني سيطرت في عمليات نوعية على مرتفعات وادي المغارة الكبيرة ووادي المغارة الصغيرة ومعبر رأس الشاحوط غير الشرعي الذي يمتد من جرود بلدة قارة وصولا إلى جرود بلدة عرسال اللبنانية، وأسفرت عن تكبيد تنظيم داعش الإرهابي خسائر في الأفراد والعتاد، فضلا عن تضييق الخناق على من بقي من إرهابيه في المحور الجنوبي بجرود القلمون الغربي. كما أشارت المصادر إلى أن سلاح الجو السوري دمر مقرات ومواقع محصنة لتنظيم داعش الإرهابي خلال عملياته على تجمعات ومحاور تحرك إرهابية في دير الزور. تأتي هذه التطورات في الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن وجود اتفاق ينص على توفير انسحاب آمن لتنظيم داعش الإرهابي من الحدود اللبنانية السورية إلى منطقة دير الزور. للمزيد من المتابعة معنا مباشرة من دمشق الدكتور علي مقصود المحلل السياسي والاستراتيجي. دكتور علي، يعني بداية، كيف تتابع العملية العسكرية للجيش السوري وخاصة بتعاونه مع حزب الله اللبناني للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي في منطقة أو في القلمون الغربي بريف دمشق؟ لا شك بأن ما تم تحقيقه وإنجازه في هذه العملية على الجهة السورية، هناك في الحقيقة تنسيق ومعادلة رباعية وليست ثلاثية، لأن الله هو من خلق هذه الجغرافيا والتاريخ التي تجمع هذين الشعبين وهذين البلدين. ولذلك حاليا دبلوماسية الميدان الناري إنما تعيد صياغة هذا التاريخ والانتصار لمشيئة الله. الإنجازات هي في الحقيقة حاسمة ووصلنا إلى المرحلة النهائية. ولذلك عندما تتحدثون بأن هناك مفاوضات، نعم هذه المفاوضات تجري في ظل استمرار المعركة وفي ظل انهيارات إدراكية وانهيارات قتالية في صفوف هذه المجاميع الإرهابية التي تمظهرت هذه بمعاني الاستسلام ومحاولة الفرار من جميع هذه المجموعات المسلحة. ولذلك عندما سيطر الجيش منذ 4 أيام على جبل الموصل الاستراتيجي الذي يشرف على معبر نيخا، ومن ثم يوم أمس سيطر على وادي المغارة الكبير ووادي المغارة الصغير، ومن ثم وصلوا إلى معبر رأس الشاحوط الاستراتيجي وهو غير شرعي، فبسيطرة الجيش عليه قطعت كل الطرق وأغلقت كل الشرايين، خاصة أنه من الزاوية الجنوبية هناك تقدم كبير وسيطرة للجيش والمقاومة على معبر المال وشعبة البرد التي تتصل مباشرة بجبل حليمة، التي سيطر الجيش على حليمة تارة وهي البلدة والتلال الصغيرة التي تقع سلسلة وامتداد لهذا الجبل الاستراتيجي. وصلت الصورة، بشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من دمشق دكتور علي مقصود المحلل السياسي، شكرا يا فندم. من سوريا إلى العراق، حيث تمكنت قوات مكافحة الإرهاب العراقية من استعادة السيطرة على حي المعلمين ثالث أحياء تل عفر من قبضة تنظيم داعش الإرهابي. وأفادت مصادر عراقية بأن القوات تقترب من السيطرة على جنوب قضاء تل عفر بالكامل، كما تمكنت قوات مكافحة الإرهاب من السيطرة على 50% من حي النداء، ف
فضلا عن تكبيد تنظيم داعش الإرهابي خسائر فادحة. متواصلون مع حضراتكم وهذه المرة بأخبار الاقتصاد. مباشرة نتجه إلى زميل محمد سليمان. أهلا بك محمد. أهلا بك أحمد، أشكرك وشكرا لك سحر. أهلا بحضراتكم، أخبارنا الاقتصادية في بانوراما الرابعة وتتابعونا فيها. نصر وماميش يتفقان مع هيئة موانئ سنغافورة على عودة العمل مرة أخرى بميناء شرق بورسعيد بعد توقف المفاوضات لشهور. اهلا بحضراتكم، اتفق رئيس هيئه قناه السويس ورئيس المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس الفريق مهاب مميش ووزيره الاستثمار والتعاون الدولي الدكتوره سحر نصر مع هيئه موانئ سنغافوره على عوده العمل مره اخرى بميناء شرق بورسعيد بعد توقف المفاوضات لعده شهور ماضيه. جاء ذلك على هامش منتدى الاعمال المصري السنغافوري والذي انطلقت فاعليته بحضور وزير التجاره والصناعه السنغافوري وممثلين عن 76 شركه سنغافوريه. وأكد مميش أن الاتفاق يعد خطوة هامة وإيجابية لرفع تصنيف ميناء بورسعيد عالميا بالنسبة لموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرا إلى الفرص الاستثمارية الكبرى في محور تنمية قناة السويس. والمزيد من المتابعة والتحليل معنا على الهاتف الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي. يعني مع الوزيرة بعد التحية، هناك مباحثات تجري على مدار يومين تقريبا بين الجانب المصري والسنغافوري حول إعادة العمل والتعاون بين هيئة موانئ في السنغافورة وأيضا توقيع عدة مذكرات تفاهم واتفاقيات مع الجانب السنغافوري. هل أطلعتينا عن أهم هذه الاتفاقات ونتائجها وانعكاساتها على الاقتصاد المصري؟ بالفعل احنا على مدار يومين كان في مفاوضات تمت بداءا باجتماع مع نائب رئيس الوزراء وتابعها لقاءات مع الهيئه المسؤوله عن المواني ووزير التجاره والصناعه وعدد كبير من المستثمرين هنا من سنغافورة، بعض منهم بالفعل مستثمر في مصر ولكن البعض الاخر مهتم جدا وعنده مشاريع بيقدمها عشان الاستثمارات في الفتره القادمه. بالفعل الحمد لله قدرنا بخلال يومين من التفاوض، يعني الحمد لله قدرنا ان احنا نرجع العمل مع الميناء وهيئه سنغافوره، لان احنا هم عندهم خبره كبيره بالفعل في هذا المجال. واحنا مش بنتكلم هنا على بس يعني تطوير للمواني ولا يعني بس تعاقد بين الميناء اللي هو الست مواني في المنطقه الاقتصاديه في قناه السويس، ولكن الاهم اللي هي نتكلم على منطقه استثماريه متكامله بمناطق صناعيه، مناطق لوجستيه، كل الخدمات اللي بيحتاجها المستثمر ومتطلبات العماله في هذه المنطقه، وكمان الربط بالمواني يعني تنميه شامله مستدامه. قدرنا الحمد لله ان احنا نرجع التفاوض، نرجع المشروع الاولويه. حضرتك زي ما حضرتك عارف دي كانت من ضمن مذكرات الوقاعات في حضور سياده الرئيس، وكنا حاطين احنا كفريق عمل واحد ان احنا بنقدم الاطار التشريعي الجديد المحفز للاستثمار، وهو يعني في قانون الاستثمار وتعديلات قانون الشركات، وكمان ان في يعني تنسيق اكبر مع جميع الجهات المختصه ومسؤوله عن هذه المنطقه. طبعا حضرتك المنطقه الاقتصاديه في قناه السويس من اهم المشاريع القوميه، هي هتكون مناره لكل الاستثمارات في مصر. يعني انا كنت بتكلم مع سياده الفريق ان احنا بالفعل لما نقدر ان احنا نحيي هذه المنطقه باستثمارات ويعني خبرات من الدول زي سنغافوره عندها قدره كبيره على اداره مناطق مماثله هنا، هنقدر ان احنا من خلالها نضيف استثمارات في جميع المشاريع القوميه الاخرى صراحه. يعني فاحنا سعداء بنجاح هذا التفاوض، وبالفعل كمان موقعنا متصله واتفاقيه مهمه جدا، لان طبعا احنا حريصين على الاستدامه، احنا عارفين ان احنا نستفيد من الخبره السنغافوريه، ولكن احنا عايزين نستفيد من هذه الخبره لتدريب شباب المصري عشان هو يقود عمليه التنميه في هذه المنطقه الاستراتيجيه يعني عالميا. فبالفعل وقعنا اتفاقيه لتدريب وتنميه مهارات الشباب عشان استدامه ويعني استدامه هذه المنطقه، وان هي تكون
يعني بشعلة من الاستثمارات والنمو الاقتصادي بإذن الله البلد. نعم دكتورة، وحول الاتفاق بين الغرفة التجارية المصرية وغرفة التجارية في سنغافورة، ماذا عن مذكرة التفاهم، ومتى يتم تفعيل مثل هذه المذكرات إن ما تم تحويلها إلى اتفاقات واقعية؟ طبعا رئيس السفير هنا السفير محمد ابو الخير وقع هذه الاتفاقيه مع مجلس رجال الاعمال هنا، وهي اتفاقيه مهمه لان احنا دايما النجاح في هذه المشاريع دلوقتي عالميا تبقى مبنيه على شراكه بين القطاع الخاص والحكومه، والاهم كمان الشراكه بين المستثمر المصري اللي عنده خبره في اداره الامور في بلده وعارف ايه اولويات البلد عندنا والتحديات الاقتصاديه مع الخبره السنغافوريه. فهذه المذكره يعني بتحيي نوع الشراكه بين القطاع الخاص والقطاع الخاص من الجانبين، وكمان بتاكد على ان احنا ان شاء الله يبقى في نشتغل فريق عمل واحد الفتره اللي جايه، لان هي دي الطريقه الوحيده اللي نقدر ان شاء الله نضمن نجاح المشروع. نعم دكتورة، هل شراكة في قطاعات معينة أم أنه لم تتحدد القطاعات بعد بين القطاعين الخاص والجانب السنغافوري؟ طبعا يعني احنا دلوقتي بنعتبر الخبرة المصرية والخبرة السنغافورية بيكملوا بعض، والميزة النسبية يعني احنا برضو دولة عدد السكان فيها كبير، النسبة أكثر من 50% منها من الشباب بخلاف سنغافورة، ان هم ما عندهمش قوي عمالة وعدد السكان هنا تقريبا 8 من نص، فهو محتاج يبقى يستفيد من العمالة الماهرة المصرية والخبرة المصرية في عموما في مجال الصناعة ومجال الزراعة من ضمن القطاعات اللي عايزين نركزوا فيها، مثلا قطاع الأغذية، قطاع اللي هي كل اللي هي التشييد والبناء، هم عندهم خبره كبيره جدا في التشييد والبناء وتنميه المناطق الاستثماريه والمناطق الصناعيه والمناطق الحره، فاحنا عايزين نستفيد منهم في الجزئيه دي، بيعملوا ماستر بلان هي الافضل عالميا، يعني حتى كل الدول الاسيويه ودول عربيه كثيره قدرت تستفيد من هذه الخبره. نعم. وفي مجال برضو الزراعات السمكيه وبناء السفن ومجال المواني، طبعا دي من اهم المجالات اللي احنا عايزين ان احنا نستفيد منها، ودي النقطه اللي اكد عليها سياده الفريق مانيش في كل الاجتماعات اللي احنا حضرناها. يعني وعايزه اقول برضو ان نائب رئيس الوزراء اكد ان هو مهتمين جدا يستثمروا في مصر، لان بياكد دور قيادي لمصر في المنطقه العربيه. يعني دكتوره اطلت معلش، ولكن اخيرا ماذا عن حجم الاستثمارات المتوقعه عقب هذه الزياره او تفعيل هذه الاتفاقيات تحديدا؟ يعني انا اقول لحضرتك احنا زي ما حضرتك عارف احنا مستهدفين استثمار اجنبي مباشر 10 مليار دولار السنه الجايه، ولكن الحمد لله المؤشرات يعني لو انا ببص على شهر يوليو اللي هو في السنه الماليه الجديده اللي احنا فيها 2017 يعني زياده 67%، فانا ان شاء الله متوقعه لو احنا مشينا على نفس حتى يعني نسبه الانجاز ان شاء الله نقدر نضخ استثمارات اكبر، وان شاء الله سنغافوره تكون من الدول اللي هي يكون نسبتها كبيرة في الفترة القادمة، خاصة لو احنا ركزنا على موضوع المواني وركزنا على المنطقة الاقتصادية قناة السويس بإذن الله. الدكتورة صحة النصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، نشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، كنت معنا عبر الهاتف من سنغافورة. أعلن البنك المركزي المصري أن إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي بخلاف البنك المركزي ارتفع بنحو 55 مليار جنيه ليصل في مايو الماضي إلى 2.973 تريليون جنيه مقابل 2.918 تريليون جنيه في أبريل السابق عليه. وأشار المركزي في أحدث تقرير صادر عنه اليوم إلى أن إجمالي الودائع الحكومية ارتفع ليبلغ نحو 511.1 مليار جنيه. وأضاف البنك أن إجمالي الودائع غير الحكومية ارتفعت خلال مايو الماضي لتصل إلى 2.462 تريليون جنيه مقابل 2.413 تريليون جنيه في الشهر السابق. وفي غضون ذلك ارتفع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي المصري ليصل إلى 1.397 تريليون جنيه في شهر مايو الماضي مقابل 1.358 تريليون جنيه في أبريل السابق عليه.
ذكر البنك المركزي أن حجم القروض الممنوحة للحكومة وصل إلى 335.8 مليار جنيه في مايو الماضي، في حين ارتفع إجمالي القروض غير الحكومية خلال مايو الماضي ليصل إلى 1.6 جنيه. وزير البترول طارق الملا مع فيليب أوليفير الرئيس التنفيذي لأنشطة الغاز المسال بشركة إنجي العالمية والوفد المرافق له. تناول اللقاء برنامج عمل الشركة في مصر، خاصة في صناعة الغاز المسال ومناقشة الاتفاقية التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح الرئيس الفرنسي لمصر العام الماضي مع شركة إنجي لتوريد شحنات الغاز المسال. كما أكد وزير البترول أن اهتمام الشركات العالمية الكبرى بالفرص الاستثمارية في صناعة الغاز الطبيعي بمصر مؤخرا يعد مؤشرا إيجابيا على نجاح الحكومة في خلق مناخ استثماري محفز للشركات العالمية. انتهت أخبارنا الاقتصادية في بانوراما الرابعة، وعودة لاستكمال بانوراما مع زميلي أحمد عتابي وسحر صبري. شكرا جزيلا لك محمد. ومشاهدينا الكرام، مرة أخرى نحييكم ونستكمل معكم بقية أنبائنا. ارتفعت حصيلة ضحايا هجمات شنها مسلحون على مواقع الشرطة والجيش في ولاية راخين في ميانمار إلى 71 قتيلا. وذكرت مصادر محلية أن الهجمات استهدفت 24 موقعا للشرطة ومحاولة اقتحام قاعدة للجيش، وتمثل الهجمات تصعيدا كبيرا في صراع يستعر في راخين التي تقطنها أغلبية مسلمة منذ أكتوبر الماضي، عندما أدت هجمات قد قتل فيها 9 من الشرطة إلى هجوم عسكري مضاد كبير خيمت عليه مزاعم قتل واغتصاب وحرق متعمد. تبنى تنظيم داعش الإرهابي مسؤولية الهجوم على مسجد للشيعة في العاصمة الأفغانية كابول، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا بعد أن اقتحم عدد من المسلحين المسجد. وذكرت مصادر إعلامية أن شرطة العاصمة الأفغانية تخوض حاليا معركة مع المسلحين، فيما أفاد شهود عيان بسماع دوي انفجارات عدة داخل مسجد الإمام زمان الواقع في منطقة قلعة نجار إثر اقتحامه من قبل مسلحين يرتدون أحزمة ناسفة. نظم مركز شباب سرايا القبة مهرجان الكشاف السنوي 35 بمشاركة فرق مختلفة من محافظات الجمهورية. قدم المشاركون عروضا موسيقية يتقدمهم حملة الأعلام، ومن المقرر أن تنظم مصر مؤتمر الكشاف العالمي عام 2020 بعد منافسة قوية مع ماليزيا على الفوز بالتنظيم. أكثر من 2000 شاب من محافظات الجمهورية شاركوا في المهرجان الكشفي السنوي 35 بالقاهرة تحت شعار الولاء والانتماء للوطن. ان شاء الله شباب هيقدر ان هو يحمل الرايه، واتمنى يعني ان طبعا النهارده العناصر الموجوده النهارده دي كلها طبعا من كافه محافظات جمهوريه مصر العربيه، وانا عندي امل كبير جدا ان احنا من خلال هذه العناصر اللي احنا شايفينها النهارده هنقدر نخرج بعناصر محترمه كفاءه عندها من القدره والمقدره على انها تبقى عندها عناصر قياديه. اكيد احنا الكشفيه كمؤسسه تربويه فاعله شاذعه وازعه مفتوحه للجميع، بتضم اكثر من 50 مليون منتسب في كافه ارجاء المعموره في العالم، منهم اكثر من 5 مليون في المنطقه العربيه، بالتالي دور الاساسي انها تساهم في اكمال الدور التربوي للمدرسه والمنزل في تعزيز المواطنة الفاعلة والجاهزية، وأن يكون الشخص قادر على أن يكون مواطن فاعل. ويعد هذا الاحتفال
بمثابة الاستعداد لتنظيم مصر مهرجان الكشافة العالمية عام 2020. احنا تقدمنا بالملف لاستضافة المؤتمر العالمي 42 للكشافة والمرشدات على مستوى العالم كله في 2020، والمؤتمر العالمي ده كان المنافسة معانا في ماليزيا، وكانت الانتخابات في باكو، احنا فزنا عليهم فرق 13 دولة، كانوا 164 دولة. يكفي ان احنا فزنا عليهم وقاعة فيها 164 دولة كانت بتهتف تحيا مصر تحيا مصر. تضمن المهرجان عروضا لفرق الكشافة التي أظهرت مدى الانضباط الذي يتميز به عضو الكشافة. متواصلون مع حضراتكم ومعنا بعد قليل تواصل فعاليات مهرجان صلالة السياحي تحت شعار عمان الرخاء والنماء. السياحي هذا العام تحت شعار عمان الرخاء والنماء. يشمل المهرجان العديد من الفعاليات والأنشطة التي تهتم بتقديم الفنون التراثية والثقافية والاجتماعية العمانية. بعروض حية من الفن العماني تستمر فعاليات مهرجان صلالة السياحي هذا العام بمشاركة العديد من الولايات العمانية، حيث تقدم كل ولاية أبرز ما يميزها من فنون تراثية وصناعات حرفية. عيد الحلوى عبارة عن ماء وسكر ونشا، يين تجمد الحلوى، من تجمد الحلوى بتقلع بالسمن، بيسوالها السمن، ومن السمن لين فترة طويلة شوية تأخذ كوب ربع ساعة، بعدين بيضاف لها الماء ورد، يضاف لها الهيل والزعفران، لين تأخذ لي بنت ربع ساعة أو 20 دقيقة. وفي جنبات المهرجان تقام العديد من المعارض لمختلف الفئات العمانية من الشباب والمرأة، يعرضون فيها إبداعاتهم الخاصة. بخور الظفاري بأنواعه وأشكاله، بعدين اللبان الظفاري، اللبان الحجري اللي ما يعني شجرة معروفة عندنا في الظفار هنا اللي هي شجرة اللبان، نستخرج منها اللبان ونستخرج منها زيت اللبان وصابون اللبان وماي اللبان. طبيعة مشاركتي كانت عبارة عن معرض تراثي يضم عدة مكونات، منها الأزياء في سلطنة عمان الرجالية والنسائية، أيضا العملات العمانية والعملات المتداولة قديما في عمان، بالإضافة إلى القلاع والحصون والبيوت في سلطنة عمان، بالإضافة كذلك إلى السفن العمانية التي كانت تجوب مختلف البحار. ولاية سدح عندنا بالمحافظة، وبيعرضوا أكثر شيء الأشياء التراثية، لأن احنا دائما نركز على الأشياء التراثية مثل الجلود، الفخاريات، البخور والعطور، أساسا هذه أشياء قديمة بس يحاولوا أنه يطوروا فيها، يعملوا أشياء جديدة. فالحمد لله المعرض بيحتوي على أكثر من شيء يعني خاص بالنساء، واللي يعملوا هذه الأشياء نفسهم النساء. الزوار العمانيون والعرب القادمون إلى صلالة للاستمتاع بخريفها المميز خلال هذه الفترة من العام يحرصون على زيارة المهرجان وقضاء أوقات ممتعة. الصراحة العروض في مهرجان هذه السنة وايد كانت مختلفة عن السابق، عن خاصة السنة الماضية، لأن المهرجان في هذه السنة صراحة يعني كان فارق بشكل مؤثر. في كان عرض مال الشيلات اللي كان عليه إقبال، في تجدد، والمهرجان ما شاء الله يعني في كل سنة في حداثة وأحسن من الأول يعني ما شاء الله، وفي تشجيع ومتنفس للسياحة والفسح وهذه الأشياء، وبيعرفك على البلد هنا والعمان سواء في الشمال أو في الجنوب على التراث بتاعهم، وهذه البلد ما شاء الله تميز بالجمال يعني. لذلك يعد مهرجان صلالة السياحي علامة مميزة في أجواء موسم الخريف. هذا المهرجان التي انطلقت فعالياته في 30 يونيو الماضي وتستمر حتى 31 أغسطس الجاري. عام بعد عام يكتسب مهرجان صلالة زخما من حيث أعداد المشاركين وطبيعة المشاركات من مختلف الولايات العمانية التي تعكس التراث الشعبي العماني. من مهرجان صلالة، شهاب شعلان، النيل للأخبار. وختاما نذكر بعناوين النشرة. خلال اتصال هاتفي بالرئيس السيسي، ترامب يؤكد حرصه على تطوير العلاقات مع مصر وتجاوز أي عقبات قد تؤثر عليها. مقتل 6 تكفيريين وإصابة 4 آخرين وتدمير 3 مخازن للعبوات الناسفة
في عملية عسكرية للجيش الثاني الميداني في شمال سيناء. القوات العراقية تستعيد السيطرة على ثالث أحياء تل عفر وتقترب من السيطرة على جنوب قضاء تل عفر بالكامل. بهذه التذكرة الأهم وآخر عناوين الأخبار ننهي فترتنا الإخبارية الشاملة. إلى لقاء جديد بإذن الله.